إذن وقتاش ما خصناش نتبعوا ريجيم؟ نرجع للاخطار الصحيه سي تو بيرمي. كاين واحد هضرنا سي فري على لي كارونس وعلى كلشي، مي ما هضرناش على لاسبي بسي ان بو بسيكولوجيك اي بسيشيك اون فادير. هذاك هو اللي مهم بزاف، هو هو مهم بزاف. دونك ملي كنولي كندير بزاف تاع لي ريجيم و مون ميتابوليزم يغالونتي، دونك هادشي اللي كيوقع في اغلبيه تاع لي كا. الاغلبيه ديال لي كليون كيجيو بحال هكا تيقول لك راه جي تو تيسيي جي بلوكي، وصلت لهاد لو بوار طيح 8 كيلو 7 كيلو، كنت غادا مزيان ودابا ما فهمتش، ورا جي في فلان و جو سي با وهذا وهذا. دونك ليدي ديغيغ تيولي عندك مشكل، ان بروبليم سي كو تو بير كونفيونس اون توا. كتقول براني ما كتبقاش تايق في طون كور، كتقول مون كور يل بلوك، في حاله كتقلق على طون كور. دونك كيولي هذا المشكل هذا كي تري تري مالسان، حيت بواحد ان جور ولوتر غادي ياثر عليك في حوايج اخرين. حاجه اخرى لا دوزيام بروبليماتيك سي كو لا بلوبار دي ريجيم كيحيدوا الكاربس كاربوهيدرات، بحال قلتي واحد 60% 65% ديال ريجيم غير كيتو ويبر بروتين، الا حيتي السكر غادي تكون لاباس. تيقول لك حيد الكاربس، والكاربس كي تاثروا بزاف على المود ديالنا، على على واش حنايا فرحانين، على واش ناشطين، واش ناشطين، واش تحسوا بواحد الايجابيه ولا لا. اكزاكتو. دونك منين كتحيد الكاربس، منين كتقطع الكاربس، كيوقع لك هاد اوتوماتيكمون بحال اللي قلتو طالور كتولي ايريتابل. دونك ايريتابل حساس، يعني اللي قال لك شي حاجه دغيا تتقلق، واللي هضر معك شي هضره شويه ناقصه دغيا تتقلق عليه. كتقلق كتولي زعما على سبه، على سبه، على سبه. دونك هادو هذا عاوتاني خطر، اخطار صحيه كبيره، سورتو الا كان شي واحد اون كوبل، ولا الا كان عنده وليدات كيولي اون مامون كتولي اون مامون كتعصب، كيهضر معاها سيزم، كتبقاش قاده على تيأدي هادشي على دي بروبليم من بعد. والناس كيعرفوها، تيعرفوا راه لو ريجيم، الناس اللي قراب ليها ولا اللي قراب ليه كيعرفوا راه حيت لو ريجيم شنو تيقول، تيقولوا غير كولوا هنينا راك مزيان صافي. الا كان هادشي غادي يدير لنا هاد الصداع تغبى. اكزاكتو، مغرب ناقص. دونك فوالا، هادو هما parmi plusieurs dangers ديال ان ريجيم كي ني با بيان في، فوالا كي ني با ايكيليبري. اذا شكون هما الناس او وقتاش ما خصناش نتبعوا نهائيا ريجيم؟ نهائيا جو ديري با كاين دي كونتر انديكاسيون على اي ريجيم خايب، حتى شي واحد ما خصو يتبعو نهائيا. مي نقولوا نمط عيش مثلا، امود دو في مزيان، خص كلشي يتبع. واللي ما خصوش يدير يبقى يلعب لي ريجيم بزاف انكور بلوس، سي دي جون كي اون دي كارونس ان بارتيكولي. فحال دابا لي جون اللي عندهم كاين اون ايتود، دي ايتود اللي داروا ديرنييرمون اوز ايتازوني على لي جون كي اون دي ليبسي. دونك اللي عنده صار، اللي عنده فوالا صار بارد، دونك اللي عنده ليبيليبسي تيقولوا برا لي زيتود، ماشي تيقولوا الناس، مي لا ايتي بروفي كو سي شي لي زونفون لي موان دو 12 ان 13 ان عطاهم ان ريجيم كيتو اللي طالع فيه الدهنيات كثر من الكربوهيدرات. اكزاكتومون. وعطى ان افي، لا ريدوي لو نومبر دو كريز، كو سا سوا بور لو غران مال ولا لو بيتي مال في ليبيليبسي. دونك ا سو مومون لا هذاك الكيتو سي ان ريجيم اللي يقدر يتحول نمط عيش في هذه الحاله هذه، باسكو لي بيان في ديالو كاينين، هما كاينين بالنسبه لهاد الناس اللي عندهم هذا المرض هذا. هذا المرض هذا اون بارتيكولي. دونك فوالا، دونك لا سي انتريسون، دونك يا با دو كونتر انديكاسيون. بار كونتر الا كان شي واحد اون فا دير عاوتاني ديابيتيك، بيان سور كاين عاوتاني اون اوتر ايتود اللي يلاه خرجت اون 2016 ولا 2017، اللي دابا حنا عندنا واحد اون لوجيك اللي كنقولوا في راسنا، فيك السكر خصك تحيد السكريات. الوغ كو ربما لا، هي المساله غلطه. سا ديبون، دونك سا ديبون. كاينين دو زيكول دون لو موند، كاينين ليكول كلاسيك اون فادير اللي كيقولوا فوالا خصك الكربوهيدرات هما اللي عندهم تاثير سي فغي سور بلاس سور لو كور، الا كيت كربوهيدرات غادي غيكون ان افي ديريكت. وكاين ديرنييرمون واحد ان بروفيسور امريكان مايكل غريغور اللي كتب واحد الكتاب سميتو هاو نوت تو داي، اللي كيهضر على بزاف تاع لي مالادي كيفاش تفاداهم بالطريقه ديال الماكله، هو سون ميديكامون، ومنهم الديابيت. هو هضر على بزاف، هضر على لي زاري كاردياك، هضر على باركنسون، على الزهايمر، على بزاف ديال الحوايج اخرين. الى بو بروفي ا ترافير دي زيتود كلينيك اي سيانتيفيك اي
سيانتيفيك براه عن طريق الماكلة تقدر تنقص من لو ريسك. ولقى براه لي ليبيد اللي هما الفات كيأثروا على الديابيت اكثر من الكربوهيدرات. دونك الا بغيتي تتفادى باغ اكزومبل علاش المهم انا سامبلومون سامبليفيكمون دي مانيير سامبل سي كو لي سيلول كيكونوا دايرين بهم واحد لي ليبيد اللي ما كيخليوش الانسولين توصل لهم. دونك اكزاكتومون دونك هو خصهم ينقصوا لي كيكون ان ديغلوم فوالا. وحنا باغ اكزومبل انا في العائله ديالي الناس اللي عندهم سكر كياكلوا بزاف ديال لي فروي سيك تاكلوا اللوز الكركاع الزريعه وزعما بوغو راه ماشي حيت ماشي كاربز ماشي هذا راه مزيان تتفاداو السكر غادي يبان لك. دونك المهم انا نتمنى زعما هاد بحال هاد المعلومات هادو ينتشروا اونكور بلوس عند الناس ويجربوا الا كان انا مثلا الا كان نكون كان فيها السكر غادي نبغي نجرب هاد القضيه اللي نقطع لي ليبيد ونشوف التاثير مع راسي وافيك مون ميدسان بيان سور نتشاور معاه ونعرف هاد الامور.